لازم نتكاكاو. صح، هذا الموت هذا ماهوش بعيد علينا. صح الكورونا تقيس بعض الناس، ولكن الموت هذا مكتوب علينا جميعا. صح، فوش وجدنا احنا؟ وش وجدنا لهذا الموت؟ لازم احنا ثاني عندنا واجب علينا نوجدوا روحنا رصيد. صح، نعم، هذا العمل اللي نديرو احنا نحاسبوا روحنا، نحاسبوا روحنا مع ربي سبحانه. سبحانه، الى عاصين ربي سبحانه، وكيفاش نهار الموت وكيفاش حيكون مصيرنا؟ صح، احنا ما نصليوش، علاه ما نصليوش؟ هل الصلاه حاجه مستحيله ما نقدرونهاش؟ بالعكس، كل واحد فينا يقدر يصلي. صلي. صح. اللي مازال عنده والديه وماهوش متهلي فيهم وجب عليه تهلا فيهم، واش هو يستنى حتى يموتوا من بعد طفرته؟ من بعد اللي عنده خاله، مازال عنده خاله او خويا ماه من الرحم يقوم به ويحسن اليه ويتهلا فيه. اللي مازال عنده ولاده يقوم بولاده ويتهلا فيهم ويضمهم اليه ويراقب ويحاسب روحه مع ولاده في داره. واش هو داير؟ نخلوا ولادنا في التلفزيون يشوفوا اي حاجه؟ فهذا نتحاسبوا عليه عند ربي سبحانه، نتحاسبوا على اعمالنا في معاملتنا مع الناس. مازال نكذبوا، نخدعوا الناس، نتكلموا في الناس. هذا كله، هذا الوضع تاع الوباء وهذه حالات الوفيات كلها تخلينا نراجعوا نفوسنا، نراجعوا نفوسنا. صح، باش على الاقل نوجدوا روحنا نلاقيوا ربي سبحانه بحاجه مليحه ان شاء الله. نراجعوا نفوسنا، لان كل واحد فينا ماشي بعيد عليه الموت. نعم.